السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب يكون كلكم بخير يا جماعة. ان شاء الله في الفيديو ده هشرح لكم ازاي تعرف افضل شركة بتقدم خدمة انترنت في المحافظة او المدينة او البلد يعني اللي انت قاعد فيها. كل اللي اعتمدنا في الشرح ده هيبقى على موقع نت اندكس، زي ما قلت لكم او زي ما انتم عارفين، يعني رابط الموقع هيكون اسفل الفيديو في الديسكريبشن. كل ما عليك انك بتروح على نيو تيب، بس رايك للصفحة، بتروح هنا على نيو تيب وتحط اللينك وتضغط انتر. الموقع اسمه جلوبال بروديباند و او يعني نت اندكس. كل ما عليك هنا بتضغط على جيت ستارتد، بيديلك خريطة دلوقتي هنشوفها مع بعض. بيديلك خريطة زي ما انتم شايفين، بتختار منها البلد اللي انت فيها. مثلا اختار على سبيل المثال ايجيبت. بتنزل تحت زي ما انتم شايفين، بيقول لك المحافظات، ترتيب المحافظات في سرعة الانترنت. اول محافظة في سرعة الانترنت الغردقة، تاني محافظة الجيزة، تالت محافظة القاهرة، اربعة محافظة مصر، او يعني مصر الجديدة، يعني ممكن تكون مصر الجديدة اظن كده ماشي. وهنا مدينة نصر، هنا رمسيس، فيوم، اسكندرية، دمياط، يعني ترتيب المحافظات لحد اخر محافظة اللي هي اسيوط، واحد و7 من 10. تمام يا جماعة. طيب عايزين بقى نشوف أفضل شركة بتقدم إنترنت في المحافظة بتاعتك. كل ما عليك إنك بتختار المحافظة اللي أنت فيها، اختار مثلا على سبيل المثال الجيزة. بتنزل تحت كذلك، طبعا هي بتقييم 3.1. بتنزل تحت كذلك بتلاقي الترتيب، أول شركة فودافون، فودافون ايجيبت ب4.11، تاني شركة تي اي داتا 2.44، تالت شركة لينك 1.98، رابع شركة لينك ايجيبت او لينك دوت نت 1.89، وكذلك مع باقي المحافظات. نختار المحافظة الثانية على سبيل المثال، مثلا اختار المحافظة، اختار اسكندرية، يعني اسكندرية. تمام، ادي برضو اول شركة فودافون، تاني شركة تي اي داتا، رابع تالت شركة لينك ايجيبت، رابع شركة يعني دي لينك دوت نت، ورابع شركة لينك ايجيبت. بس اظن ان هي شركة واحدة اصلا، بس ممكن يكون الموقع حاطط معلومات غلط، او يعني مش معلومات غلط، هو مرتبهم اكيد مرتبهم صح، بس الاسم مثلا حاطه متكرر، او ربما يكون في شركة تانية بنفس الاسم، انا بس مش معرفش انا في الحكاية دي. طيب كل ما عليك مثلا بترجع لورا وتختار محافظة غيرها، او تختار دولة تانية. مثلا جيت ستارتد، جيت ستارتد بعد ما تخش على الموقع وتختار الدولة اللي انت فيها. سودان مثلا، نختار مثلا روسيا زي ما انتم شايفين. بيديك المحافظات من اكبر محافظة لحد اصغر محافظة، لحد المحافظة الـ50، 34. تمام، طبعا يا ريت بس تضغطوا لايك للصفحة وسبسكرايب على اليوتيوب، عشان كل الفيديوهات اللي هنزلها جديدة تظهر لكم. يا ريت تضغطوا على الحصول على الإشعارات في الصفحة، طبعا أنا مسجل بس بالصفحة نفسها. يا ريت بس تضغطوا على لايك واحصل على الإشعارات أو جيت نوتيفيكيشن، وكل حاجة هنزلها وكل بوست هينزل هتلاقوه جايلك في الإشعارات. يا ريت بس تدوس لايك للبوستات اللي بتنزل، عايزين بس تفاعل في الصفحة. يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.